بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم شرح ذي التعليم. والنهارده معانا موضوع لمساعده طلبه الصف الثالث الاعدادي في عمل المشروع البحثي. في البدايه، اذا كنت اول مره تشاهدنا شرح ذي التعليم، قناه تعليميه علميه في شتى المجالات، فرجاء الضغط على سبسكرايب او الاشتراك، فعل زر الجرس حتى يصلك جديد ما نقدمه على القناه، ولا تبخل علينا بلايك شير. كنا شرحنا قبل كده فيديو مبسط وشرحنا ازاي تصل للمشروعات البحثية وازاي بتحمل التمبليت. النهاردة هنشرح بالتفصيل وهنضع نموذج عملي للمشروعات البحثية للصف الثالث الاعدادي. ركز معانا، الموضوع سهل وبسيط، وان شاء الله هنصل في النهاية لعمل بحث كويس وقيم. اول شيء بتصل الى او بتدخل على هذا اللينك اللي انا هسيب لك، طبعا كل اللينكات هسيبها في صندوق الوصف في الديسكريبشن تحت، وهتدخل على مواضيع المشروعات البحثية المقررة على سنوات النقل، وهتدخل على كل المشروعات عندك، وهتدخل على الصف الثالث الاعدادي المشروعات البحثية، وهنا القوالب البحثية. لو ضغطت على الصف الثالث الاعدادي علشان تشوف المشروعات البحثية المقررة او اللي المفروض ان انت تعملها، لو ضغطت عليها يفتح لك انك تحمل المشروعات البحثية او طريقة التحميل او النموذج، وهيتحمل لك بصيغة البي دي اف. ادا نفتح المجلد كده مع بعض، وادا هيتحمل لك ملف زي ده، تفتحه علشان تشوف اداء الصف الثالث الاعدادي المشروعات البحثية. بقول لك اختار مشروع واستخدم المحاور التالية لإنجاز العمل، ووظف كل ما تتعلمته أو تعلمته في المواد الدراسية المختلفة، مراعيا توظيف ما تعلمته من قواعد نحوية وإملائية وعلامات الترقيم، يعني تكتب الكلام بصح وبطريقة إملائية صحيحة. بيمكنك العمل منفردا أو مع فريق لا يزيد عن 3 زملاء. المشروع البحثي عندك هنا أداة 1، 2، 3. المشروع البحث الأول هو تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية، وجايب لك عناصر البحث بتاعتك أهو، أو الأشياء اللي المفروض أن يحتويها البحث بتاعك. والمشروع الثاني الزيادة السكانية والأمن الغذائي، والمشروع الثالث البيئة. المشروع الثالث هو البيئة. إحنا هنختار مشروع بحثي من هذه المشاريع نعمله كنموذج، وأنت بتقرر أو بتحدد أي مشروع أنت يناسبك وبتحدده، لكن إحنا هنختار مشروع من هذه المشاريع الثلاثة، وليكن مشروع البيئة. مشروع البيئة بيلزمنا بعد كده إن إحنا نحمل القالب بتاع المشروع البيئة المشروعات، علشان ناخد القالب ونبدأ نطبق عليه كلام المشروع البيئة ده. هنسيب الملف ده مفتوح وهنرجع تاني الصفحة الأولى بتاعتنا اللي هي فيها المشاريع، وهنا تحت هتلاقي يقول لك القوالب البحثية للمراحل التعليمية. لو ضغطت على القوالب البحثية للمشاريع التعليمية هيفتح لك صفحة جديدة فيها كل القوالب بتاعتها. عندك هنا القوالب البحثية للمرحلة التعليمية الأساسية، الصف الأول الإعدادي، الثاني الإعدادي، الثالث الإعدادي، ده الثاني، الثالث الإعدادي، هنوصل للثالث الابتدائي، وهنوصل هنا أداء الثالث الإعدادي، وعايزين ناخد هنا القالب الأول تحميله، القالب الثاني تحميله، القالب الثالث تحميله. هنختار قالب من هذه القوالب الثلاثة وهنحمله علشان نعمل فيها البحث بتاعنا اللي احنا اخترناه عن البيئة. فلو حملنا هنا تحميل القالب الثالث اللي هو بتاع البيئة، وضغطنا على كلمة القالب الثالث، فيبدأ يحمل لنا القالب الثالث. هنستنى لما يحمل، وبنفتح الملف زي ما عملنا في المرة الأولانية. نشوف هنا، نفتح الملف، جاب لنا ملف جديد أهو، ملف جديد أهو، هنضغط عليه ونشوف القالب ده شكله إيه. هذا القالب الصف الثالث الإعدادي المشروع الثالث اللي هو البيئة اللي إحنا إيه؟ اللي احنا اخترناه. احنا قلنا ان احنا هنختار البيئة، وده القالب رقم 3، فاحنا حملنا القالب رقم 3 اللي هو البيئة.
تعال هنا نشوف بقى القالب ده عايز مننا ايه وازاي هنتعامل معاه. اول حاجه في القالب بيقول لك هنا عنوان الموضوع هنكتبه هنا، وبعدين الرقم التعريفي للطالب، وشرحنا ازاي نجيب الرقم التعريفي على نفس القناه، وبعدين المقدم هي المفروض ان تبقى المقدمه بتاعه البحث بتاعك، وبعدين هنا عناصر الموضوع، عناصر هتتكلم فيه كام عنصر، هنا 1 2 3 العناصر، وبعدين هتنزل تحت هنا لو انت عندك صور لازم تحط صورتين جمال كده خاصين بالمشروع البحث بتاعك، وبعدين هنا بنكتب مشروع البحث هنا الكلام اللي هو هنا، وده المشروع البحث الثالث برضو بتحط صورة وكلام برضو عن بقية المشروع البحثي وهكذا. طيب هنا في النهاية خالص بتكتب نتائج ايه النتيجة من البحث بتاعك او النتيجة او الاستفادة من البحث بتاعك، وفي النهاية بتكتب المصدر بتاع البحث بتاعك. ولكن الملاحظ هنا ان هذا البحث لو انت عندك مثلا عايز عشان تطبعه هنا مكتوب او نازل بصيغة اسمها البي دي اف، صيغة اسمها بي دي اف مش هتعرف تكتب فيه، فاحنا عايزين نحول هذا القالب الى اللي هو التمبليت ده، عايزين نحوله الى صيغة الوورد علشان نعرف نكتب فيه، لان احنا كده مش هنعرف نكتب في هذا القالب. فندخل على موقع من المواقع، نقفله الاول، هندخل على موقع من المواقع اهوت هنجيبه لك، وبعدين هنحول الملف ده، ده الموقع، وبعدين هنا بيقول لك اختار الملف، فتضغط على اختار الملف، واحنا حاطين الملف على الديسكتوب علشان يبقى سهل ونعرف نجيب. هذا الملف اللي احنا حافظين فيه القالب اسمه البيئة، وفتحناه هيبدأ يحمل الملف، هننتظر حتى يحمل الملف وبعدين هنحمل الملف الجديد بصيغة الوورد. كده خلص التحميل، وبعدين هو بيبدأ يحوله، هتنتظر ثواني. وبعدين هنضغط على تحميل الملف هيحمله لنا. نزل تحت هنا هنفتح الملف، هذا الملف بتاعنا، نفتح الفولدر اللي فيه الملف اهو، هذا الملف بتاعنا جه اهو، وهذا الملف البيئة اللي احنا فاتحينه علشان مشروعنا، وبعدين بناخد الملف نحطه هنا عشان نشتغل عليه، ونفتح الملف اصبح التمبليت عندنا اهو، بس هنا بصيغة ايه؟ بصيغة الوورد علشان نقدر نكتب معاه. لو جالك مربع زي ده كده جاي في جنب مش جاي في النص، بتضغط عليه خالص كده بسهولة وبتجيبه في النص، بتبدأ تظبط الملف، الصور دي بتظبطها كده جنب بعضها، وده ايضا بتظبطه كده، بتسحب كده بتظبطه معاك اهو كده، الصورة ايضا الملف ده بتظبطه في النص اهو، وهكذا. وهنبدأ نشتغل على الملف ده من اول عنصر الى اخر عنصر. تعالى كده نشوف هنبدأ ازاي. اول حاجة هنا طبعا عنوان الموضوع او عنوان الحاجة البحث اللي احنا هنكتبه. احنا اخترنا بحث وهو عن البيئة، فهنشوف او هنألف مع بعض عنوان للبحث، هنألف عنوان للبحث. هنا بدأنا نكتب خلاص، هنا ألفنا عنوان للبحث وهو كيفية المحافظة على البيئة. تحت بتكتب الرقم التعريفي سواء كنت لوحدك او ثلاثة مع بعض، كل واحد بيكتب الرقم التعريفي تحت بعضه زي ما انت شايف. بعد كده هنيجي للمقدمة، والمقدمة انت عايز تجيب معلومات عن البيئة او تكتب مقدمة، فهتاخد لك مصدرين، اما انك هتبحث في بحث جوجل او هتبحث في موقع الوزارة عندك. فالطريق الاول ان احنا نكتب مثلا البيئة في البحث جوجل او
اي متصفح عندك، وبعدين هنيجي هنا نجيب مثلا من موقع زي ويكيبيديا نتعرف على البيئة وتعريف البيئة. هنا تعريف البيئة اهو كويس. هتفتح موقع من ضمن المواقع دهيت، وهتبدأ تجيب المعلومات وتلخصها وتكتبها أداة تعريف البيئة، وهي إجمال الأشياء التي تحيط بها وتؤثر على وجود الكائنات الحية على سطح الأرض، متضمنة الماء والهواء والتربة والمعادن وإلى آخره إلى آخره. فهتكتب مقدمة عن البيئة من تلخيص من هذا الكلام، وممكن برضو تستعين بالصور الموجودة هنا تحملها وأنت طبعا عارف الكلام. أو هنروح نكتب في محرك البحث موقع المذاكرة الرقمي، وبعدين هنا هيطلع لنا أول حاجة كده المكتبة الرقمية، وهنا بقول لك رابط موقع المذاكرة الرقمية لعمل المشروع البحثي من تالتة ابتدائي وحتى تالتة إعدادي. لو دخلت على الموقع ده ما فتحش معاك ليه؟ هندخل على موقع تاني ونحاول نفتحه كويس، برضه ما فتحش تقريبا، هو مفتحش على جوجل، هو مفتح على كروم، بس احنا هنحاول نفتحها من اي موقع اخر. هذا الموقع اهوت، هتضغط على كلمة ذاكر الان هيفتح لك هنا كويس. وبعدين ده كل المناهج، هنكتب عملية بحث او هنختار بحث، هنا هنكتب في محرك البحث البيئة، وهنضغط على بحث، وادا مواضيع اهو، ادا البيئة، رسم لعدة بيئات، مقدمة عن سكان البيئة الزراعية، الزراعة في البيئة الصحراوية، هجيب لك اشياء كتيرة، تنمية موارد البيئة، الموارد والانشطة الاقتصادية في البيئة الصحراوية، هجيب لك حاجات كتيرة جدا عن البيئة، ممكن تستعين باحد هذه المعلومات. عرض المزيد هنا تضغط على مشكلة مثلا البيئات او تعريف البيئة، هيضغط لك هيجيب لك كل شيء عن البيئة، هيجيب لك كل شيء عن البيئة. يبقى يا اما تروح لموقع الوزارة اللي هو موقع مذاكرة الوزارة كويس، يا اما تروح على جوجل وتبحث عن جوجل، هذا مواقعهم. طيب وانت بتبحث كده او جبت معلومة من هذا الموقع، يبقى المصدر بتاعك ايه؟ المصدر بتاعك هتاخد اللينك اللي فوق ده كويس، ده اسمه المصدر، هتاخده كوبي وتحطه في المصدر. لو انا جايب من بحثت عن جوجل وجبت تعريف البيئة من موقع مثل هذه الموقع كويس اللي احنا قلناه من شوية، فبرضه هتضغط على ده بتاخده كوبي، وبتبقى ده من المصادر اللي انت هتحطها في البحث بتاعك. تحت في النهاية هنا في هنا عندك هنا حاجة اسمها المصادر تحت خالص كويس، فهتيجي هوت كويس في المصادر اهي، ادا المصادر، وهتحط هنا الـ البحث بتاعك او اسف المصدر اللي انت جبت منه المعلومه، والمصدر من موقع الكتروني مباح جدا ومتاح. يبقى ادا ازاي اعرف اجيب معلومات او تعريف البيئه في البحث. يبقى احنا كده خلصنا خلاص المقدمه، هندخل على بعد كده على عناصر الموضوع. نرجع بقى في عناصر الموضوع للبحث اللي هو طالبه، هنشوف بقى هنا هو عايز ايه في بحث البيئة ده. بيقول ايه؟ في ضوء دراستك والمصادر المتاحة قم باعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي. يعني هو عايز الثلاث عناصر دولت في المشروع البحث. العنصر الاول بيقول لك توضيح العوامل التي تؤدي الى احداث تغيرات في البيئة مع ذكر امثلة من مجال الزراعة وإنتاج الكهرباء. العنصر الثاني تصميم إعلان للحفاظ على الاتزان البيئي باللغة العربية وأحد اللغات الأجنبية. ثلاثة تصميم مخطط أو شريحة تقدمية تبين فيها العلامة أو العلاقة بين مكونات البيئة والعوامل التي تؤثر فيه. نمسك كده عنصر عنصر ونقول توضيح العوامل التي تؤدي إلى إحداث تغيرات في البيئة. ناخد الكلمة دي كده كويس كوبي، وهنروح نبحث عن العوامل التي تؤدي الى احداث تغيرات في البيئة. فهنلاقي هنا كتبنا اهو العوامل التي تؤدي الى تغيرات في البيئة، فهنلاقي هنا نتائج بحث كتيرة. هندخل على موقع من المواقع وهنبدأ نلخص كويس، عندك هنا برضو صور اهيت كويس، نلخص
في العوامل التي تؤدي إلى تغيرات في البيئة، من أمثلة مجالات الزراعة، إنتاج القمح، نحن موقع بصمات الأصابع. المهم هنا أداء الكائنات الحية تضر بالأراضي الزراعية، دي من الأداء الأول، عامل من العوامل. نكتب مثلا الكائنات الحية مثل كذا، أسراب الجراد التي تضر بالأراضي الزراعية، كويس. تأثير الإنسان برضو على البيئة، من التلوث والملوثات الطبيعية، كويس، والملوثات الصناعية رقم 3 من المؤثرات على البيئة، وتلوث الهواء، كويس. ونبدأ نلخص له موضوع كل أول عنصر من العناصر، اللي هو العوامل التي تؤثر أو تؤدي إلى إحداث تغيرات في البيئة من موقع مثل هذه المواقع. مش عاجبك الموقع ده، بتدخل على موقع تاني. موقع التاني برضو ممكن تجيب معاك ملخصات تانية ومعلومات تانية، كويس. الموقع اللي يعجبك تبدأ تلخص منه، وطبعا هنا في أبحاث كتير على النت. مش عاجبك الكلام ده كله، بتروح لموقع الوزارة وبتكتب نفس الكلمة زي ما بحثنا عن البيئة. ده كان العنصر الأول في البحث بتاعنا، ده كان العنصر الأول في البحث بتاعنا. العنصر الثاني، تصميم إعلان للحفاظ على الاتزان البيئي باللغة العربية. إعلان للحفاظ على الاتزان البيئي، الإعلان ده بسيط وسهل كده. بعد ما جبنا المقدمة وبنجيبها زي ما قلنا من المواقع الإلكترونية، أو إن احنا بنجيبها من موقع المذاكرة، بندخل على العناصر وبنجيبها طبقا للموضوع اللي هو شرحهولنا في البحث، اللي هما التلات عناصر دهومت. وبنبدأ نكتب تحت كل عنصر من العناصر، هنا ده العناصر، بعد كده بنكتب الموضوع، وبنكتب تحت كل عنصر من هذه العناصر في المربعات دي المعلومات الخاصة به. نيجي هنا بقى في النتائج. النتائج، معنى النتائج يعني ايه؟ معنى النتائج يعني ايه نتيجة البحث بتاعك؟ طبعا عامل بحث عن البيئة، فالنتائج ممكن تكتب فيها ان هو يجب ان احنا نحافظ على البيئة، لان عدم المحافظة على البيئة بيؤدي الى التلوث، والتلوث بيضر بالبيئة من وما يعيش في هذه البيئة من انسان ونبات وحيوان. ده تقدر تجيب مجموعة، او زي ما بتكتب موضوع تعبير تعرف يعني ايه النتائج. بعد كده عندك المصادر، وقلنا المصدر اي موقع بتاخد اللينك بتاعه تحطه في المصادر هنا، ولو انت جايب معلوماتك من موقع المذاكرة للوزارة بتحط هنا النتائج. هنا مجموعة من الصور، او الصور بتجيبها طبعا من المواقع الالكترونية او من موقع المذاكرة للوزارة وبتحط في الصور. كده انت بتقدر تعتمد على المواقع الالكترونية او على موقع المذاكرة في عمل البحث. طبعا حاول انك تعتمد على نفسك في استخلاص المعلومة من المواقع او من الكتب، وده شيء مهم ربما تحتاجه في حياتك. في النهاية طبعا لان الفيديو طول، بتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح، واي سؤال ان شاء الله احنا هنرد عليه. والى ان القاكم في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.